السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب، في هذه الحلقة إن شاء الله سنقدم لكم شرح لكيفية تثبيت نظام الماك أوس كاتالينا على جهاز الماك باستخدام الفلاش ميموري. إذن كل ما ستحتاجه هو تحميل ملف نظام الماك أوس كاتالينا بصيغة DMG، وأيضا ستحتاج إلى فلاش ميموري USB بحجم 16 جيجابايت، وأيضا ستحتاج إلى بعض الخطوات التي سنشرحها لكم من أجل حرق نظام الماك أوس كاتالينا على الفلاش ميموري، وأيضا سنقدم لكم كيفية تثبيت نظام الماك أوس كاتالينا باستخدام الفلاش ميموري على جهاز الماك. إذن في البداية سنقوم بتحميل نظام الماك أوس كاتالينا من الرابط الرسمي لموقع شركة أبل. إذن هذا الرابط ستجدونه في الوصف أسفل الفيديو. إذن بعد الدخول إلى الواجهة الخاصة بصفحة تحميل نظام الماك أوس كاتالينا، سيطلب منك التوجه إلى متجر أب ستور. إذن ما عليك سوى الضغط على Open App Store. إذن كما تلاحظ أخي الكريم، ستظهر لك الواجهة الخاصة بالماك أوس كاتالينا على متجر أب ستور. إذن كما تلاحظ، هذه هي الميزات الخاصة بنظام الماك أوس كاتالينا. يمكنك تحميل هذا النظام الجديد أو التحديث الجديد للماك أوس من خلال الضغط على Get، لكن الإشارة يجب أن تتوفر على حساب أبل من أجل تحميل هذا النظام. إذن بعد ذلك ستنتظر قليلا إلى أن يتم انتهاء من تحميل هذا النظام. إذن كما تلاحظون حجم هذا الملف هو 8 جيجا بايت و 13. لما عليك سوى الانتظار بعد الوقت حسب سرعة الانترنت لديك. كلما كانت سرعة الانترنت لديك كبيرة، كلما كانت مدة تحميل هذا الملف جد قصيرة. إذن ننتظر إخواني الكرام إلى أن يتم الانتهاء من تحميل نظام الماك أوس كاتالينا، ونعود لكم من جديد من أجل تتمة باقي خطوات الشرح. إذن بعد أن قمنا بتحميل نظام الماك أوس كاتالينا، نتوجه إلى التطبيقات. إذن كما تلاحظون تم تحميل نظام الماك أوس كاتالينا. إذن الآن سنقوم بتحويل ملفات نظام الماك أوس كاتالينا إلى الفلاش ميموري. لما سنقوم به الآن هو التوجه إلى هنا Go، ثم نتوجه إلى أدوات الخاصة بالUtilities، بعد ذلك نتوجه إلى Disk Utility. الآن سنقوم بتركيب الفلاش ميموري على جهاز الماك. إذن كما تلاحظون هذه هي الفلاش ميموري بحجم 32 جيجا بايت. إذا كنت ترغب باستخدام هذه الفلاش ميموري تثبيت نظام الماك أوس كاتالينا، فيجب أن تقوم بنقل جميع الملفات الخاصة بك من هذا الفلاش ميموري، لأننا سنقوم بعمل فورمات لها وتحويل نظام الملفات إلى نظام الملفات خاص بالماك أوس. إذن يجب أن تتأكد من أنك قمت باختيار الفلاش ميموري. إذن سنقوم باختيار الفلاش ميموري، ثم نتوجه إلى الريز، بعد ذلك نقوم بتسمية هذا الميموري إلى الاسم الذي نرغب به. إذن سنختار هذا الاسم MySpy، ثم نختار نظام الملفات الماك أوس Extended Journaled، بعد ذلك نضغط على Erase، ثم ننتظر قليلا. إذن ننتظر، كما تلاحظون تمت عملية الفورمات بنجاح، ثم نضغط على Done. إذن بعد أن قمنا بفورمات للفلاش ميموري، إذن الاسم الذي اخترته لهذا الفلاش ميموري يجب أن يكون بدون مساحة. إذن يجب أن يكون هذا الاسم يعني متصل. إذن سنختار هذا الاسم لأنه سهل، وسنستخدمه الآن في الخطوة الموالية. إذن نتوجه نغلق Disk Utility، ثم نتوجه مرة أخرى إلى الأدوات الخاصة بالUtilities ونختار الترمينال. قم بالضغط مرتين على الترمينال يتم فتحه. إذن الآن أخي الكريم ستتوجه من جديد إلى الرابط الذي سأضعه لكم في الوصف أسفل الفيديو. إذن في الخطوة الموالية توجه أخي الكريم إلى الرابط الثاني والذي ستجده في الوصف أسفل الفيديو. إذن من خلال هذا الرابط سنحتاج إلى الكود الخاص لتثبيت نظام الماك كاتالينا على فلاش ميموري. إذن من قبل قمنا بشرح كيفية تثبيت نظام الماك أوس سيرا باستخدام هذا الكود. إذن يمكنك أيضا استخدام هذا الكود لتثبيت نظام الماك أوس سيرا هاي سيرا أو الموجافي، وأيضا يمكنك استخدام هذا الكود
لتثبيت نظام الماك كاتالينا على اليو اس بي. إذن يمكنك الضغط مرتين على هذا الكود ثم تقوم بنسخه كوبي، بعد ذلك تتوجه إلى الترمينال. إذن من خلال الترمينال تقوم بنسخه كنترول في. الاسم الذي اخترناه للفلاش ميموري هو ماي يو اس بي. إذن ستقوم بتوجه إلى آخر كلمة في الكود، إذن هي ماي فوليم، ثم تقوم بتغييرها إلى الفلاش إلى الاسم الذي اخترته للفلاش ميموري الخاصة بك. مثلا يمكن اختيار اسم ماي فوليم للفلاش ميموري، وإذا اخترت اسم آخر فيجب استبدال ماي فوليم بالاسم الذي اخترته للفلاش ميموري الخاصة بك. إذن بما أننا اخترنا كلمة عبارة ماي يو اس بي، لكن تلاحظون ماي يو اس بي، إذن سنقوم بكتابة هذه الكلمة هنا. إذن كما تلاحظون قمنا بتبديل هذا الاسم إلى ماي يو اس بي، ثم تنقر على أنتر. إذن الآن سيطلب منك الباسورد، ستقوم بكتابة الباسورد الخاص بالاسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى الماك. إذن سأقوم بكتابة هذا الباسورد ثم أنتر. إذن الباسورد لن يظهر لك، سيظهر لك فقط مساحة بيضاء. ثم بعد كتابة الباسورد تقوم بالضغط على أنتر. إذن في الخطوة الموالية تقوم بالضغط على زر واي ثم أنتر. الآن تنتظر قليلا إلى أن يتم عمل فورمات للفلاش ميموري مرة أخرى، ثم تضغط على أوكي. إذن الآن سيقوم بالبدء بعمل نسخ الملفات الخاصة بنظام الماك أوس كاتالينا على الفلاش ميموري. إذن هذه العملية قد تتطلب منك بعض الوقت، لهذا يجب أن تنتظر قليلا إلى أن تتم عملية تحويل ملفات نظام الماك أوس كاتالينا إلى الفلاش ميموري. إذن كما شاهدتم معنا إخواني الكرام، بهذه الطريقة قمنا بحرق نظام الماك أوس كاتالينا على الفلاش ميموري. وبذلك في الخطوة الموالية سنقوم بتثبيت نظام الماك أوس كاتالينا على جهاز الماك باستخدام الفلاش ميموري. إذن نمر إلى الخطوة الموالية. إذن كما شاهدنا في الخطوة الأولى قمنا بتحميل نظام الماك أوس كاتالينا الجديد، وأيضا قمنا بحرقه على فلاش يو اس بي. إذن بعد أن قمنا بكل ذلك في الخطوة الموالية سنقوم بتثبيت نظام كاتالينا على حاسوب الماك. إذا لم تقم من قبل بتقسيم هارد ديسك إلى جزئين، مثلا قرص صلب سي مثلا في كالويندوز الأساسي والقرص صلب دي، فيجب أن تقوم بذلك، أو يمكنك تنصيب ماك كاتالينا على قرص صلب بشكل كامل، أو يمكنك تقسيمه من هنا من خلال ملفات. إذا يمكنك تقسيم القرص الصلب في نظام الماك من هنا من ديسك إتيليتي، إذا من هنا يمكنك تقسيمه بحيث ستقوم فقط في هذا القسم الأول الأساسي ستقوم بتثبيت نظام الماك، يعني ذلك أنك ستقوم عمل فورمات لهذا القرص الصلب لهذا القسم الأول بالكامل. لذلك إذا كنت تتوفر على إحدى الملفات المهمة أو الشخصية فيمكنك نقلها إلى القسم الثاني من الهارد ديسك. إذا لم تكن تتوفر على أي ملفات مهمة في حاسوبك فيمكنك فرمطة القرص الصلب بالكامل، بعد ذلك تقسمه إلى جزئين، القسم الأول خاص بالنظام والقسم الثاني خاص بملفاتك الشخصية. إذا إخواني الكرام سنقوم الآن بشت داون، سنقوم بإيقاف تشغيل هذا الجهاز، ثم سنقوم بتركيب الفلاش ميموري، هذه الفلاش ميموري بها نظام الماك كاتالينا. سنقوم بتركيب هذا الفلاش ميموري في منفذ اليو اس بي. الآن سأقوم بتشغيل الحاسوب، لكن يجب أن تقوم بالضغط على Alt زر Alt، نعم ستقوم بالضغط على زر Alt، وفي نفس الوقت تقوم بالضغط على زر تشغيل الجهاز. إذن سأقوم باختيار زر Alt من هنا أو من هنا، ثم أقوم بالضغط على زر التشغيل. إذن كما تلاحظون زر Option ثم زر التشغيل. إذن بعد ذلك أقوم
ضغط فقط على زر الاوبسيون وحده. إذا كما تلاحظون لدي تظهر الآن الخيارات التالية. إذا بالنسبة لي USB فلاش ميموري بها نظام الويندوز وأيضا نظام الماك أوس كاتالينا. إذا كما تلاحظون سأقوم بتقريب الكاميرا من أجل أن تشاهدون الحاسوب بشكل جيد. إذا أتمنى أن تظهر لكم الشاشة بشكل واضح. إذا أخواني الكرام سنقوم باختيار الخيار انستال ماك أوس كاتالينا. إذا سأقوم باختيار هذا الخيار ثم ننتظر قليلا. للإشارة يجب أن تكون بطارية الحاسوب جيدة حتى يتم توقف الحاسوب أثناء الفورمات. وإذا كانت بطارية جهازك غير جيدة فمن الأفضل أن تقوم بشحن الحاسوب أثناء عملية الفورمات. إذا كما تلاحظون بعد تشغيل الجهاز ستظهر لك الخيارات التالية. إذا كما تلاحظون ستظهر لك هذه الخيارات، إما عمل باك اب لملفاتك من خلال التايم ماشين أو انستال ماك أوس أو مساعدة من خلال متصفح الماك وأيضا فورمات للقرص الصلب. إذا سنقوم باختيار الخيار الرابع ديسك يوتيليتي ثم نضغط على كونتينيو. إذا في الخطوة الموالية سنقوم بعمل فورمات للقرص الصلب. بالنسبة لي سأقوم بفورمات القرص بشكل كامل. إذا سأقوم بفورمات للقرص الصلب بشكل كامل. إذا القرص الصلب هو الحرف القسم الأول ثم الثاني. أما هذه الخيارات فهي خاصة بفلاش ميموري. إذا سنقوم باختيار الأول والثاني. إذا سأقوم بعمل فورمات. في حالة ما إذا كنت ترغب بعمل فورمات للقرص الصلب الأساسي يعني القسم الأول الأساسي فيمكنك عمل فورمات من هنا. سنقوم بعمل فورمات Erase ثم Erase ثم ننتظر قليلا إلى أن يتم انتهاء من عمل فورمات وحذف جميع البيانات من القرص الصلب البارتيشن الأول. إذن ننتظر قليلا. إذا كما تلاحظون تمت عملية الفورمات للبارتيشن الأول بنجاح. نضغط على دان. إذا هذا القرص الأول تم بحذف جميع الملفات به. نتوجه الآن إلى البارتيشن الثاني. بالنسبة لك إذا كنت تتوفر على ملفات مهمة فمن الأفضل فقط الاكتفاء بالبارتيشن الأول. أما البارتيشن الثاني فهو خاص بحفظ البيانات فيمكنك تركه كما هو. لكن بالنسبة لي سأقوم بحذف كل شيء في هذا الجهاز. يمكنك اختيار مثلا APFS أو Mac Extended Journalist ثم بعد ذلك تضغط على Erase ثم تنتظر قليلا إلى أن يتم حذف جميع البيانات من البارتيشن الثاني. إذن نضغط على Done. إذن كما قلنا لكم هذا البارتيشن الأول هو الذي سنقوم بتثبيت الماك أوس عليه. البارتيشن الثاني سنقوم بتركه فقط للبيانات لحفظ جميع ملفاتنا الشخصية. إذن سأقوم بالضغط على هنا. إذن الآن في الخطوة الموالية سنتوجه إلى الخيار الثاني Install Mac OS ثم تضغط على Continue. الآن تضغط أيضا على Continue ثم تضغط على Agree للموافقة على جميع شروط الاستخدام ثم تضغط مرة أخرى على Agree. الآن ستختار القرص الصلب البارتيشن الذي تود أن تقوم بتثبيت Mac OS كاتالينا عليه. إذا كما قلنا هذا البارتيشن الأول هو الخاص هو الذي سنقوم بتثبيت الماك أوس عليه ماك أوس كاتالينا عليه. أما الخيار الثاني فسنتركه لحفظ ملفاتنا الشخصية. إذا سنختار البارتيشن الأول ثم نضغط على انستال. نضغط مرة أخرى على كونتينيو ثم ننتظر قليلا. إذا كما تلاحظون سننتظر قليلا إلى أن يتم انتهاء من تثبيت الماك أوس كاتالينا على القرص الصلب. إذن بعد تثبيت نظام الماك أوس كاتالينا على جهاز الماك تمت إعادة تشغيل الجهاز وننتظر قليلا إلى أن يتم تثبيت جميع الملفات عليه. إذن ننتظر قليلا. ثم نقوم بضبط الإعدادات الأولية الخاصة بنظام الماك. إذا بعد أن تم نقل جميع الملفات الماك
الآن سنقوم باختيار لغة الجهاز. سأقوم باختيار البلد موروكو، ثم next continue. إذن perfect preferred language English موروكو Arabic. إذن هذه هي اللغة التي أستخدم كثيرا لذا تم اختيارها. أما إذا كنت ترغب باختيار لغة أخرى فيمكنك الضغط على customize settings ثم تقوم باختيار اللغة التي ترغب بها. إذا لم تجد اللغة التي الخاصة بك فيمكن الضغط على زائد ثم تقوم بإضافة اللغة التي ترغب بها، مثلا كاللغة الفرنسية مثلا، ثم تضغط على Add. إذن بالنسبة لي سأكتفي فقط باللغة الإنجليزية واللغة العربية. سأقوم باختيار هذه الخيارات كما هي، ترك هذه الخيارات ثم الضغط على Continue. إذن يمكنك الآن اختيار الواي فاي الذي تستخدمه. إذا سأقوم باختيار الواي فاي ثم الضغط على Continue. Transfer information to this Mac. سأختار فقط Don't transfer any information now. ثم Continue. إذن إذا كنت ترغب بعمل Mac Apple ID لك فيمكن الضغط هنا. بالنسبة لي سأقوم بإعداد هذا الخيار لاحقا، إذن سأضغط على Setup Later ثم سكيب. terms and condition، إذا سأقوم باختيار بموافقة على هذه الشروط continue agree. إذا سأقوم باختيار اسم لهذا الحاسوب، اسم المستخدم، اسم المستخدم ثم الباسورد. سأقوم بعمل باسورد ثم نفس الباسورد واسم يمكن اختيار تذكره لاسترجاع الباسورد. يمكنك اختيار أيقونة خاصة بك. إذا بعد إنشاء حساب اسم مستخدم لك اضغط على Continue. إذا سأقوم باختيار هذه الإعدادات فقط كما هي، أو يمكنك فقط توجه إلى كستمايز سيتينغ واختيار إعدادات أخرى. إذن بالنسبة لي سأقوم باختيار هذه الإعدادات الافتراضية ثم الضغط على كونتينيو أناليتيك. إذن سأقوم بالضغط على كونتينيو أيضا. إذن هذه الخيارات سأختارها كما هي. الآن يمكنك اختيار إما الوضع الخفيف لايت أو الوضع المظلم دارك أو أوتو. نسا أختار الخيار الثالث أوتو أوتوماتيك ثم الضغط على كونتينيو. ثم ننتظر قليلا إلى أن تتم انتهاء من إعدادات الماك. إذن كما تلاحظون تم الانتهاء من تثبيت نظام الماك كاتالينا على جهاز الماك وأيضا ضبط الإعدادات الأساسية الخاصة بنظام الماك. إذن بعد ذلك تم تثبيت نظام الماك بشكل جيد. إذن كما تلاحظون هذه هي واجهة الماك كاتالينا أوس، سنقوم بتقريبها لكم. إذن كما تلاحظون هذه هي واجهة الماك كاتالينا. إذن هذه هي الواجهة الخاصة به كما تلاحظون في الشريط الأسفل. الشريط الأسفل ظهرت مجموعة من الإعدادات الجديدة من بينها تي في وأيضا ميزة بودكاست. إذن هذه هي أهم الإعدادات كما تلاحظون. About this Mac version 10.15.1 MacBook Pro. إذن هذا هو MacBook Pro الخاص بي، قمت بتثبيت الماك أوس كاتالينا عليه وهذه هي الفيرجن الخاص به. إذن كما تلاحظون قمنا بتثبيت الماك أوس على القرص الصلب الأول وأخذ منا 16 جيجا بايت. إذن هذا هو المظهر الخاص بالماك أوس كاتالينا. إذن ليس هناك إعدادات جديدة. إذن قمنا بتحميل هذا النظام بشكل كامل ثم قمنا بحرقه على USB. بعد ذلك قمنا بتثبيت نظام الماك
أوس كاتالينا على جهاز الماك باستخدام USB الفلاش ميموري. إذا نتمنى إخواني الكرام أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم، وهذه الحلقة خاصة بالذين يرغبون بتثبيت نظام الماك بشكل كامل وليس عمل أبغريد لا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، مشاركتي مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.